السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تغطيتنا راح تكون مختلفة شوي، سبق وصورنا لكم الزنقول. اليوم رحلتنا إلى أيدر إن شاء الله، لكن قبل ما نتوجه لأيدر مباشرة جينا المنطقة جميلة زي ما انتم شايفين الطبيعة خلفي. هنا احنا في مرتفعات مدينة ريزة حيث أغلبها مزارع الشاي. طبعا في مطعم مشهور هنا، راح ندخل نتغدى في المطعم، من ثم إن شاء الله نبدأ ننتقل إلى أيدر ونشوف في الطريق الفعاليات الموجودة فيها. فتعالوا معنا ندخل على المطعم هذا الجميل الموجود هنا. إيش رأيك أبو زين؟ والله أنا أقول قبل المطعم ترجمني إطلالة المدينة والبحر من هنا. يلا نشوف إطلالة المطعم. هذا المطعم زي ما أنتم شايفين يا جماعة، جينا بتوصية من أخونا محمد ضيفنا اللي جاي معنا من قطر. أنا صراحة المكان هذا يقول لي لا تحط الموقع، لكن انا بحط لكم موقع ان شاء الله بالتفاصيل. والله يا جماعه واحد يستاهل انه يطلع من طرابزون ياخذ له 45 دقيقه ويجي للمنطقه هذه. شوفوا الاطلاله بالله، يعني ريزه كطبيعه وكجمال والمناظر اللي تشوفوها هذه انا اعتقد صعب انه نشوفها في طرابزون. ولا ايش رايك ابو زين؟ يعني احنا من عشاق طرابزون، لكن سبحان الله شوفوا الاطلاله، شوفوا الطبيعة، شيء خرافي والله ما شاء الله تبارك الله. الناس شايفين الطبيعة في طرابزون ومدهوشين، لو جو هنا ايش يسووا؟ يقول على طول يا برود شوفوا لنا مشروع فلل هنا ولا مشروع شقق. ما شاء الله، هذا اللي في امتداد البصل زي ما انتم شايفين، هذه كلها مزارع الشاي. منطقة ريزة معروفة بزراعة الشاي، والشاي يحصد في السنة 3 مرات، وكل المحاصيل هذه سبحان الله ريزة بأكملها تغطي منطقة ريزة إلى أردفين، تغطي كامل تركيا. تعالوا الآن نطلع للمطعم ونشوف المطعم من الداخل مع الشباب. تعالوا مع بعض ندخل نشوف المطعم من الداخل. صراحة مطعم مرتب ودورين، فهذا الدور الأول. مسوينا على طريقة حلوة خشبية تناسب الأجواء الريفية، يعني زي ما تقول جلساتهم حلوة، إطلالتهم على طرفين، طرف الوادي من الداخل، طرف البحر من طرف اليمين. طبعا المطعم دورين، ننزل تحت مباشرة عشان ما استغل الوقت ولا نطول في الفيديو. الله شوف 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 يا أخي سبحان الله، أجواء جميلة. أعطيه سنابك يا شيخ محمد. هذا أكواخ المرشد السياحي؟ هذا أكواخ؟ لا كأنه مطبخ هنا. لا لا هذه ما هي أكواخ يا جماعة، هذا تابع للمطعم أعتقد، المطبخ أو شيء زي كذا. هنا برضو المطبخ عندهم. الشيء اللي اشتهروا فيه اللي هو المقلقل، زي ما قال لنا الشيف محمد، مشهورين بالمقلقل وعندهم كل انواع البيدا وكذا، فاحنا طلبنا كم نوع كذا على جلستنا الجميله. تعالوا مع بعض. تصميم خشبي كامل للمطعم كله حيث انه يعطي جو حلو وجميل. تغسلوا هنا. هنا في مكان جلسات كافي. تعال ابو زين شوفوا كيف، والله زي ما قلت الواحد يستاهل انه يروح من طرابزون 45 دقيقة ويجي ويجلس هنا ويغير جو صراحة. اشردوا صور صور عادي صور، ما 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 ابغاك تقطعها يا ابو زين، ما ابغاك تقطعها. طيب هذه الاطلاله الدور الثاني على الطرف اليمين. وصلنا الان لمزرعه العم مصطفى. قبل ما توصل نهايه ايدر او المرتفع المعروف وقفوا على الطرف اليمين هنا زي ما تشوف ايدر دواء على بالك ماجد ايش موجتين دواسه، كانت اول مكتوب في مكان هنا مزرعه العم مصطفى بس كانهم شالوها. على العموم تعالوا معانا
شوفوا المزرعة، طبعا في ايش مزرعة؟ مزرعة اسماك، لكنها على مجرى النهر وعنده اشياء حلوة بالداخل. نشوفه الان سوا. والله عنده زبلاين هنا برضو، بس خلينا. هذا المطعم اسعاره جدا مناسبة، قبل يومين كنت هنا وما صورنا. ممكن تتعشوا وتتغدوا هنا، لكن ما انصحكم اللي بيجي يوم واحد ينزل قبل الظلام من ايدر، لانه الطريق طويل، خاصة اللي بيجي من طرابزون. فهذه المنطقة، تعال شوف مزرعة السمك هنا، شوفوا الاسماك. كيتشي كيتشي تعال هنا ابو زين. طبعا العم مصطفى، ما ادري هو مصطفى ولا لا، كان عم العم مصطفى يستخدم قوة دفع الماء لتوليد الكهرباء للمنطقة هذه كلها. فهناك عنده الموتور اللي شايفين قوة دفع الماء هناك، يستخدمها لتوليد الكهرباء. هذه الأسماك اللي هي الأسماك النهرية، جدا طعمها جميل، أنصحكم إذا جيتوا هنا تجربوا الأسماك النهرية. الشلال هذا كان برضو يشتغل أول، لكن الآن ليش واقف ما ندري. هذه كلها مزرعة أسماك، هنا في أسماك، تعالوا نشوف فوق. يا رماس كيتشي، شوفوا الأسماك هنا ما شاء الله تبارك الله. طبعا هي تجي على مراحل من فوق، أسماك صغيرة كل ما كبر حجمها نقلوها إلى حوض آخر. هنا مسوين الجسر هذا، زي ما قلنا توليد المياه عن طريق قوة دفع الماء، تيجي هنا على المولد وهو يضيء فيه المكان كله. هنا حاط طيور، طاووس، حتى بالتركي طاووس، كوشو يعني طير. ايش عنه؟ قفقاس. يقول لا تمسك القفص. هنا حيوانات صغيرة ثانية موجودة، البط والنعام هنا اثنين بيتمشكلوا. تعال صورهم ابو زين، شوف النظرات، شوف رجع. شوف النظرات، شوف. والله في مشكله بتطلع الان. لا 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 خلاص. ايه يا ولد، والله النظرات تخوف، والله النظرات تخوف. هذا حمام، عندهم حمام قلاب وعندهم حمام، هذا آخر مرة كنا سمعناها في السعودية، حمام قلاب. تعال معي. هذه المنطقة لازم نشوفها، هي ليش مقفلة؟ خلينا ندق الباب بس. بسم الله. شوفوا يا جماعة، تعال، هذه من أهم المناطق أبو زين. مستخدمين دفع الماء عشان الآلة هذه تدور وتطحن الذرة، ومن ثم يطلعوا الذرة ويبيعوها بالكيلو ويسووا منها العيش. طرابزون مشهورة بعيش الذرة، فهذه الطاحونة من قوة دفع الماء مسويينها بالشكل الحلو هذا. كيف الشرح بالله؟ كيف أنا معاكم يا شباب؟ طيب، الله، بسم الله، وخر يا ولد. والله كلهم من فوق جايين. شوف كيف، شوف شوف شوف. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تفضل تفضل. عارفين طريقهم. طيب، هذه زي ما قلنا على مراحل، الأسماك تجي من هناك من هنا. تعالوا مع بعض نطلع للشلال فوق، وريهم الأسماك الصغيرة. شوف الأسماك الصغيرة هنا.
تعالوا الان نتوجه للشلال الموجود هنا، لا تفوتوا التصوير عند الشلال. اذا جيتوا الايدر في شلالات حلوه فوق. والله المويه مره بارده. انا تحديت مره واحد من الشباب قلت له تحط يدك لمده دقيقه في المويه اعطيك 1000 ليره. فانا اتحداكم واحد يصور لي يدخل يده تكون واقفه كذا لمده دقيقه في المويه ولو 1000 ليره. والله صعب. انا حاولت مره مع الشباب لما كنا في زنقول ما حد يقدر 10 ثواني تشيل يده. ابو زين صور صور هنا. اوه هذه الشلالات وهنا الصور تجي حلوه. الله الله انتبه بس ابو زين. يا الله انا جيتها قبل يومين او 3 ايام ما كانت الشلالات بالطريقه هذه، بس عشان كانت عندنا امطار قويه خلال يومين. واحنا الان في تاريخ 3/9/2021 شوفوا كيف الشلال. جمال الشمال التركي دائما بالشلالات اللي فيها ما شاء الله. المويه حلوه والله. طبعا اذكر مره سجلها اذكر مره واحنا عشان نصدر مياه ايدر الى السعوديه فرحنا للمصنع قاعدين نفاوضوا في السعر، فيقول الكرتون اللي فيه مثلا 12 حبه ب8 ليرات، فانا يعني افاوض في السعر. الرجل يقول لي لا تفاوضني في السعر، انا ببيع لك البلاستيك، المويه تبغى تشربها روح النهر واشرب. يعني احنا المويه ما بنصفيها كثير ولا شيء، احنا بنبيع لكم فقط العبوات. فهنا تذكرت الشيء هذا وبالفعل يعني المويه صراحه طعم والله كذا يعني تشرب عادي بالعافيه.